أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: أنا يعطيني أحد التجار زكاته وأقوم بتوزيعها على الفقراء والمساكين وأذهب بها إلى مناطق بعيدة، فهل لي حق أن أخذ منها؟ لا، لا تأخذ، أنت وكيل، والوكيل لا يأخذ شيء لنفسه، ولا أنت بعامل، العامل من ينصبه الإمام، أنت من تبعامل. نعم.